أهلا بكم من جديد في قصتنا الدولية الأنفاق بين قطاع غزة ومصر. تحصد الأنفاق بين قطاع غزة ومصر المزيد من أرواح الفلسطينيين، ومع ارتفاع أعداد الضحايا طالبت أحزاب فلسطينية الحكومة المقالة بالشروع فورا في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة الأنفاق. تقرير عمر بشير. لم يبقى لها سوى العويل والنحيب على فلدة كبدها الذي ابتلعته رمال الأنفاق، والتي حفرها هو ومن معه من الشباب المسحوقين على الأرض ليلجأوا إلى باطنها للعمل، علها تكون أرحم لهم من سطحها. فهؤلاء الشباب ينطبق عليهم قول كمن يحفرون قبورهم بأيديهم: يكون الشعب الفلسطيني بيشتغل بالأنفاق عشان لقمة العيش. وين أول الناس؟ ابني مات شهيد لقمة العيش، شهيد الفقر، شهيد الفقر والهزل. ياخذوا جحيم بدي يطعميهم، بدي يعمل له ضاق، ضاره بالصرع للسكن، ومستورين وضاق، بس لو بده يعمل له ضاق، والله يلم فينا. انا بديش مصاري ولا حاجه، بس بدي كان ابني يضل عايش. عيسى ورفاقه الستة ليسوا آخر من سقط في الأنفاق، فخلال إعداد التقرير قتل شابان فلسطينيان في انهيار نفق آخر، ليتجاوز عدد ضحايا الأنفاق 112 قتيل خلال عامين، الأمر الذي جعل مؤسسات حقوق الإنسان تطالب بوقف كارثة الأنفاق وتحمل مسؤولياتها. الحكومة في غزة يقع عليها واجبات هامة، يجب أن تقوم بإجراء تقييم حقيقي من أجل ضمان أمن وسلامة وحماية كافة العاملين في هذه الأنفاق، وإعادة تقييم مدى فعالية هذه الأنفاق في خدمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. رغم فرض بلدية رفح التابعة للحكومة المقالة ضرائب مالية كبيرة على كل نفق يحفر مقابل خدمات حماية، يؤكد العاملون عدم توفرها لتبقى المشكلة دون حل، وإلى حين حلها سيستمر الشباب العاطل عن العمل في حفر الأنفاق والعيش تحت التراب، هربا من واقع يقتل فيه القوي الضعيف ويكدس الأموال التي جمعها من عرق ودماء الفقراء. يخاطر الشباب الفلسطيني غير المحسود على وضعه بحياته، ومنهم من فقدها من أجل الحصول على القليل من المال في أنفاق الموت التي ابتلعت منهم العشرات، وما زال الباقون يحفرون في انتظار المصير المجهول. عمر بشير، قطاع غزة، أخبار المستقبل. وفي وراء الخبر، الأزمة السياسية في إيران. لا تزال المعارضة الإيرانية عازمة على تحدي النظام القائم دفاعا عن مبادئها، فيما تتمسك السلطة بقرار محاكمة نحو 30 من المعتقلين السياسيين بتهمة المساس بالأمن القومي. تفاعلات أزمة الانتخابات الرئاسية يزيد من الضغط على السلطات التي أمهلتها واشنطن حتى أيلول المقبل للتجاوب مع سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحل أزمة ملفها النووي بطرق دبلوماسية، أو تتعرض لسلسلة عقوبات دولية قاسية. تقرير ديزيري الأسمر. اتسعت رقعة الانقسامات الداخلية في إيران ولو خفت وتيرة الاحتجاجات والاشتباكات بين السلطات الأمنية والمعارضين. الإصلاحيون والمعتدلون، لا سيما بعض رجال الدين البارزين، في صراع مع السلطة وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي على خلفية تمسكه بفوز محمود أحمد نجاد في الانتخابات الرئاسية. فالمعارضة عازمة على تحدي النظام القائم دفاعا عن مبادئها، فيما تتمسك السلطة بقرار محاكمة نحو 30 من المعتقلين السياسيين بتهمة المساس بالأمن القومي. هذه المحاكمات تتفاعل في الشارع الإيراني وسط دعوات للتراجع عنها، أبرزها كانت رجل الدين ناصر مكارم شيرازي الذي اعتبر أن إعادة الهدوء إلى المجتمع لن يتم سوى من خلال البت في مصير المساجين في أقرب وقت ممكن. توتر ظهر كذلك داخل معسكر المحافظين الذي ينتمي إليه أحمد نجاد. عدد كبير من المحافظين باتوا لا يخفون انتقاداتهم لأحمد نجاد وأسلوبه في إدارة العلاقة بمؤسسات النظام. هذا وكثر الكلام حول انشقاق أحمد نجاد عن خامنئي. الحديث المكثف عن هذا الموضوع دفع بأحمد نجاد إلى الدفاع عن هذه العلاقة، خصوصا وأن أي توتر بين الطرفين لا يصب في مصلحة أحمد نجاد.
خلال الأيام الأخيرة حاول البعض بسذاجة أن يصوروا العلاقات بين الحكومة والمرشد الأعلى وكأنها ساءت للإيحاء بوجود خلاف بين الحكومة والمرشد، إلا أنهم يجهلون طبيعة العلاقة التي تربطني شخصيا بالمرشد بموازاة علاقاتنا السياسية والإدارية. إنها علاقة قائمة على المحبة والثقة، علاقة ابن بأبيه. على الجانب الآخر تواجه طهران أزمة أخرى مع الغرب، لا سيما مع إسرائيل وواشنطن، تتعلق بملفها النووي. واشنطن التي تأمل بالحوار مع إيران لحل هذا الملف بطرق دبلوماسية تمهل الجمهورية الإسلامية حتى أواخر أيلول المقبل، تاريخ انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرد على مبادرتها هذه، إلا أن الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تفقد الأمل في سياسة اليد الممدودة. وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بحث المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم الإسرائيليين هذا الأسبوع برامج طهران النووية وأمكانية فرض عقوبات دولية قاسية في حال فشلت الأخيرة في الرد على مبادرات الرئيس باراك أوباما المتعلقة بفتح قنوات الحوار. وقالت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أكد خلال زيارته إلى تل أبيب الأسبوع الماضي ما جاء في حديث مستشار الأمن القومي جيمس جونز، حيث أشار غيتس إلى أن بلاده ستتحرك باتجاه تشكيل تحالف دولي من شأنه فرض عقوبات قاسية على طهران. العقوبات الأمريكية المحتملة تتضمن الحد بشكل كبير من قدرات إيران على استيراد مشتقات النفط المكررة وفرض عقوبات مالية، من ضمنها منع تأمين الصفقات التجارية ومنع السفن الإيرانية من الرسو في الموانئ الغربية ومنع طائراتها من الهبوط في مطارات هذه الدول. كما وقد تحاول واشنطن بحث موضوع العقوبات مع روسيا التي تعارض هذه الفكرة حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى محاولتها ضم الصين إلى هذا التحالف الدولي. متابعة لتداعيات الملف الإيراني بتشعباته الداخلية حيال الأزمة الرئاسية والخارجية بشأن الملف النووي، معي نادر أسقوي الباحث في الشؤون الإيرانية في معهد سوسي في واشنطن. سيد أسقوي مساء الخير. سأبدأ معك من الملف الداخلي، لماذا اضطر أحمد النجاد لنفي أن هناك خلافات بينه وبين المرشد؟ يعني في العالم الثالث عندما تنفى الأخبار في معظم الحالات أنت تؤكدها. That's a very good question. هذا سؤال وجيه جدا. I agree with you 100%. وأنا أوافق معك تماما. فالنكران يعني أن هناك شيء، وهذا يعني أن هناك فعلا حزازات بين أحمد نجاد والمرشد ومرشد الجمهورية. لبل ذهب أحمد نجاد إلى أبعد من ذلك قائلا أن من يقول أن هناك حزازات هو الشيطان. وآخر مرة تأكدت فيها لاحظت أن الأشخاص مثل حسين شهاب مداهي وكيهانز كلهم كانوا قد تكلموا عن هذه المشاكل وهذه الحزازات بين الشخصيتين، ولست متأكدا من كان أحمد نجاد يدعوهما بالشياطين أيضا، لكن الواقع هو أن هناك حزازات متزايدة ضمن إيران وضمن السلطة حول كيفية التعاطي مع التظاهرات وكيفية التعاطي مع المعارضة وكيفية التعاطي مع الأسئلة المتعلقة بالملف النووي الإيراني حاليا. وأحمد نجاد يقول أنه ما من حزازات وما من انقسام وما من مشاكل مع خامنئي، لكن هذا